برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، عقد مجلس أمناء الجامعة اجتماعه العادي 14 بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية، وسعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، وسعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وسعادة الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، وسعادة الدكتورة منى محمد البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وسعادة الشيخة طفلة بنت محمد آل خليفة، وسعادة الدكتور منصور محمد سرحان. وقد رفع وزير التربية والتعليم باسمه ونيابة عن المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الملكية الغالية بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين، كما رفع التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الرئيس الأعلى للجامعة، وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى ميثاق العمل الوطني. وتقدم الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالشكر والعرفان للأعضاء السابقين في مجلس أمناء الجامعة على جهودهم التي بذلوها لخدمة الجامعة خلال فترة عضويتهم السابقة. هذا وقد اطلع مجلس الأمناء خلال الاجتماع على التقارير السنوية لجامعة البحرين للأعوام 2017 و2018، واستمع إلى إيجاز قدمه رئيس الجامعة بيّن فيه للمجلس تقييماً للجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة. وفي إطار متابعته ومراجعته لهيكلة الجامعة وتأهيلها، فقد قرر مجلس الأمناء دمج كليتي العلوم الصحية والتربية الرياضية في كلية واحدة، كما قرر المجلس دمج عدد من المراكز في الجامعة لتعمل تحت مظلة إدارية واحدة ضمن كلية الآداب. وتابع مجلس الأمناء إجراءات الجامعة بشأن الهيكل التنظيمي، خاصة في ضوء ما أعلنه ديوان الخدمة المدنية مؤخرا، كما اطلع على تقرير الجامعة بخصوص مشروع إنشاء فرع لها في محافظة المحرقة.